بالنسبة لي عندما تدفقت السيول، حبت اللجان، حب الأشخاص والشباب في هذه المنطقة بأخذ الناس من بيوتهم ووضعهم في أماكن في المسجد وأيضا بعض البيوت المرتفعة، فتجمعوا في تلك البيوت النساء والرجال. وأيضا شكلت هناك بعض اللجان مؤقتة للتغذية وغير ذلك. وبعد ما قل مستوى الماء تم أخذ بعض السيارات الدفع الرباعي ونقلوا الناس إلى بعض البيوت المعارف حتى لا يعود الداء مرة أخرى. Thank you.